السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة مستشفى المحمول. معاكم حمدي عبد الرحيم. النهاردة هنتكلم عن موضوع جد مهم جدا جدا جدا، وناس دايما بتسأل عليه، اللي هو ازاي نفك الباسورد بتاع اي جهاز. ممكن الجهاز ده يكون سامسونج، ممكن يكون هواوي، ممكن يكون انفينكس، ولكن بشرط لازم الاندرويد بتاعه يبقى اقل من 7. احنا قدامنا الجهاز اللي على الطبيعة ده، جهاز سامسونج G1، عمالين ندخله الباسورد، صاحبه نسي الباسورد، فبندخل الباسورد مش عايز يخش. الاول لازم اضغط على زرار الهوم اللي في النص، وبعد كده زرار الباور، وبعد كده الزرار بتاع الفوليوم اللي بيعلي مش اللي بيوطي. ده بس عشان انا بظهر بس الزرار ديت، بوريها لحضراتكم عشان تعرفوا هتشتغلوا ازاي. هطفي الجهاز الاول. طبعا الخطوات بتاعتي هتبدأ بعد ما الجهاز يطفي. بمجرد ما الجهاز يفصل باور عندي، هبدأ بقى اضغط على الزرار اللي في النص الاول، وبعد كده زرار الباور، وبعد كده الزرار اللي بيعلي. هبدأ بالراحة كده اضغط عليهم. لازم اضغط مع التلاتة مع بعض، وبمجرد ما الجهاز يفتح اشيل صبعي من على زرار الباور. طبعا لسه الجهاز ما استوعبش معايا او لسه ما قراش، هشيل ايديا وهبدأ من جديد. اه كده هنبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا ضاغط التلاتة مع بعض. هبدأ بقى الجهاز بدأ منور معايا، اشيل صبعي زي ما حضراتكم شايفين من على زرار الباور، وافضل ضاغط على زرار الهوم والزرار اللي بيعلي. هتظهر لي القايمة اللي هي بتاعت الاندرويد اللي مفتوح ده. هضغط على اي زرار، او الزرار اللي بيوطي مثلا، وهنزل بالاختيار بتاعي للزرار اللي هو مكتوب عليه، اللي هو كده. هنقرب الشاشة، اللي هو فورمات. بعد كده هنجيب اللي عليها كلام كتير دي، هنختارها. الجهاز هيقول لي جاري المسح، اسيب الجهاز ياخد راحته. بعد ما يجيب لي جاري المسح هتظهر لي قايمه تانية. كده الجهاز بدأ يتأهل، القايمه ظهرت تاني، نفس القايمه الاولانيه اللي ظهرت. اختار اول خيار اللي هو ريبوت ده. الجهاز هيبدأ بقى يعيد حساباته من جديد، ويبدأ يرتب الانظمه بتاعته عشان يفتح. ابدا بقى انتظر الجهاز براحتي واسيبه براحته، وممنوع منعا باتا ان انا اشيل البطاريه اثناء العمليه دي. الجهاز كده بيبدا يجيب لي كلمه سامسونج. طبعا يا جماعه الخطوات دي لازم ناخدها بالترتيب واحده واحده، ولازم نكون شاحنين البطاريه على الاقل تكون فوق 10%، ما تكونش اقل من كده. هنسيب الجهاز براحته يفتح كده، ومجرد ما الجهاز يفتح كده، الجهاز فتح، هيجيب لي وضع كأن الجهاز لسه واخد سوفت، ما فيش اي مشكله. ابدا بقى احوله اللغه العربيه، وابدا بقى اخش على اعدادات الجهاز العاديه جدا جدا، زي اكن الجهاز لسه طالع من الكرتون. وبكده الجهاز اتشال من عليه الباسورد، او اتشال كلمه السر، او اتشال النقش. الكلام ده يمشي على النقش برضو، ويمشي على كلمه السر، يمشي على اي حاجه بالشكل ده، لغايه لما انا بقى اجيب اخر الجهاز، لغايه لما الجهاز يفتح معايا على الشاشه الرئيسيه. اتمنى ان تكون المعلومة استفدتوا منها، واتمنى ان تكون الوقت ده بفايدة عليكم. وما تنسوش تدعمونا باشتراك على قناتنا، قناة مستشفى المحمول، ولو انتم مشتركين تدعمونا بلايك. ياريت يا جماعة تدعمونا، لاننا فعلا بنتعب جدا جدا في الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.